السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بطلابنا الأعزاء. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على فيديو جديد ومهم، وهو تدريبات على الأزمنة. إيه الأزمنة اللي هنتدرب عليها؟ المضارع البسيط والمضارع المستمر والماضي البسيط والماضي المستمر. طبعا الفيديوهات بتاع الشرح بتاع الأزمنة ديت أنا شرحتها، كل فيديو مستقل. واللي حابب، اللي ما شافش وشاف فيديو التدريبات دوت وحابب ان هو يرجع يشوف الفيديوهات ديت، هسيبها في وصف الفيديو تحت ان شاء الله. طبعا قبل ما نبدا كده، بس نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نبدا كده مع بعض التدريبات بتاع الاسئله. بسم الله. تمام، تعالوا نبص كده مع بعض. احنا هنا اول سؤال بيقول لك ايه؟ سام اند كيفن سبيس، نقط يعني فاضيه، توايس ا ويك. توايس ا ويك يعني مرتين في الاسبوع، يعني هو بيعمل حاجه مرتين فين؟ في الاسبوع. تبقى دي تعتبر ايه؟ ايوه سامع حد بيقول تعتبر عاده. والعاده ديت يعني ايه عاده؟ يعني حاجه بيعملها كل مرتين في الاسبوع. ليه الحاجه ديت؟ لا سويم، هو بيتكلم عن السباحه هنا. ترى ار سويمنج سويمز ولا سويم ولا سويمنج؟ اول نقطه هنا، هو المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ او مش المضارع البسيط كمان، العادات اصلا تبع انهي زمن؟ طبعا احنا في التكوين تبع انهي زمن، او في الاستخدامات تبع المضارع الايه؟ البسيط، تبع المضارع الايه؟ البسيط. طب احنا عرفنا منين؟ احنا طبعا اللي مش عارف يرجع للفيديو زي ما قلنا بتاع المضارع البسيط، وايه؟ ويشوف الفيديو هيفهم بالتفصيل كل حاجه. طيب طبعا استخدام المضارع البسيط بيستخدم في الحقائق، في حاله الحقائق والعادات، ودي طبعا عاده بتتم كل ايه مرتين في الاسبوع، فتعتبر عاده. طيب هنستخدم بقى ايه؟ طب تكوين المضارع البسيط ايه؟ قال لك بتحط المفرد للفعل، لما اجيب للفعل في حاله المفرد احط اس، يبقى سويمز. طب في حاله الجمع احط سويم، ما احطش حاجه للفعل، يعني اخلي الفعل في المصدر. طيب جميل، دي سام اند كيفن. سام اند كيفن ده مفرد ولا جمع؟ سام ده مفرد وكيفن مفرد، بس لما يكونوا مع بعض الاثنين مع بعض جمع، يبقى ايه؟ هنقول له سويم. يبقى الاجابه كده هي ايه؟ سويم. تمام قوي. السؤال اللي بعده، وي نوت توميتوز، وي لايك ولا لايكس ولا ار لايكينج ولا لايكينج؟ طبعا هو دلوقتي لما انت بتقول نحن نحب الطماطم، يبقى الطماطم ديت تعتبر ايه؟ المفروض ان هو عاده الحب اللي انت بتحبها، تمام؟ مش محتاجه، فبالتالي هتبقى ايه؟ هتبقى لايك ولا لايكس ولا، طبعا هيبقى مع الجمع بستخدم ايه؟ لايك. احنا قلنا بجيب الفعل في المصدر في حاله المضارع الايه؟ المضارع البسيط، وده كده برضو مضارع بسيط. طب ندي مثال بعده. في حاله السؤال بقى، اما او ايما قط ويل، في حاله السؤال. طيب تعالى بسرعه كده عشان بس برضو ايه؟ ده المضارع البسيط، او بسرعه كده، المضارع البسيط اهوت مع اي وي ويو، وتحط فعل في المصدر. فعل في المصدر يعني ما اضيفش ليه اي حاجه، لو قلت بلاي مثلا تبقى بلاي، ما ينفعش تبقى بلايز. هي وش يو ات تحط الفعل ايه؟ اس. جميل. طيب في حاله النفي، مع الجمع اي وي ويو، وده يحط دونت. طب وفي حاله الايه؟ في حاله طبعا لو اسم جمع برضه حط دونت. طب في حاله هي وش يو ات، في حاله المفرد حط دازنت، في حاله النفي. جميل قوي. طب في حاله السؤال قال لك لا تطلع دو دي بقى بره في الاول، يعني تبقى دو اي وبعد كده الفعل في المصدر. ايه ده؟ دو اي وفعل في المصدر. طب جميل. طب لو كان عايز ايه؟ عايز مع هي وشي وات، قال لك لا ما بستخدمش دو بقى، بستخدم داز. يبقى داز ايه؟ في حاله الايه؟ السؤال. يبقى احنا كده خدنا بالنا من المضارع البسيط عشان لو جالنا اسئله عليه. تمام. طبعا الكلمات المفتاحيه بتاعته بستخدم ايه؟ ايه الكلمات المفتاحيه ديت؟ افري يعني كل، افري داي افري مانث، كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل ويك يعني اسبوع، افري يير يعني كل سنه، اون ونسدايز يعني ايام الايه؟ الاربعاء. يبقى ايام معناها كده ايه؟ ايام الاربعاء، يبقى معنى كل يوم اربع، يبقى ده كده برضه عادة. يبقى ده كله ده بتدل على العادات. always و sometimes و never، دي كلها ايه؟ دي كلها بنسميها ظروف التكرار تحت دي. تمام. ودي احنا اعرف معانيها، احنا قلناها قبل كده في الفيديو اللي احنا قلناه مع بعض. انا كده يعتبر ايه؟ قعدت بسرعة كده المضارع البسيط عشان لو جه ايه؟ اسئلة قدامنا نبقى احنا واخدين بالنا ايه؟ طيب يبقى كده اما كوك، اما ديت مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى احنا لسه قايلين دلوقتي بستخدم مع السؤال ايه؟ ايوه سامع حد بيقول، يبقى داز. برافو عليك. طيب السؤال اللي بعده، اي نوت كوكيز توايس ا مانث، يعني انا ايه؟ بخبز كوكيز يعني بسكوت مرتين في الشهر. طب هي هتبقى ايه بقى؟ هي دي كده مرتين في الشهر تبقى عاده ولا مش عاده؟ عاده. يعني تبقى ايه؟ استخدم مضارع مستمر ولا مضارع بسيط ولا ماضي؟ لا مضارع بسيط طبعا. ليه؟ لان دي هتبقى عاده. طيب اي تاخد ايه؟ قال لك اي
وي وذي ويو ما بحطش للفعل اس تبقى بيك. جميل، بيك يعني يخبز عشان تبقى عارفين. طيب زيز نوت 20 كيلو متر، كيلو جرامز قصدي، يعني هذه هو بيتكلم عن حاجه معينه وزنها 20 كيلو، طبعا هتبقى ايه برضو نفس الفكره. زيز هنا بتدل على انها حاجه هتبقى مفرده، حاجه واحده يعني، بيشاور على مثلا ايا كان بقى قطعه مثلا كيس مثلا ولا حاجه 20 كيلو، فبيقول له زيز يعني هذا، تمام. بيقول لك واي ولا ويز ولا واي، طبعا كده ايه، ولا ويينج، طبعا زيز ديت ايه مفرد، فبالتالي هتبقى ايه ويز، تمام. طب ما تنفعش ويينج، لا ويينج دي ما تنفعش ليه، لان المضارع المستمر او الماضي المستمر، المضارع المستمر لازم يكون از او ار زائد الفعل في اي ان جي، والماضي المستمر ووز او ورز زائد الفعل في اي ان جي. طيب كلمه زي نقط اس اوفن، اوفن دي يعني غالبا من الكلمات الداله على المضارع الايه البسيط، يبقى زي دي جمع يعني هم، فبالتالي هتبقى ايه كولز. طب ليه يا مستر ما تنفعش كولز؟ لا كولز دي مع المفرد. طب ليه ما تنفعش ار كولينج؟ لا عشان اوفن، اوفن من الكلمات الداله على المضارع البسيط وليست المضارع المستمر، تمام. هي اولويز، طبعا اولويز هي قدامنا يعني هو دايما، تمام. نقط اس فاني ستوريز، هو دايما بيخبرنا على ايه، على فاني ستوريز. طيب يبقى هي يعني مفرد، تمام. از تيلينج ولا تيلز ولا تيل، تمام. لا تبقى تيلز، لان ده برضو اولويز بتدل على المضارع الايه البسيط، فهتبقى تيلز طبعا. وديت ايه، هي ده مفرد، فبالتالي احط الفعل ايه، احط الفعل از تيلز يعني يخبر. طيب هي نيفر، نيفر برضو من كلمات الداله على المضارع البسيط، يبقى انا مغمض كده. شي دي مفرد يبقى نيفر، تمام. عايز مضارع بسيط، ودي شي دي مفرد يبقى هيلبس، تمام. برافو. طيب هي سموك، هي سموك دو يا مستر دو صح، بس ما تنفعش مع دي ليه؟ طبعا هو هنا ما تنفعش معاها عشان هي دي مفرد. طب از، لا لو كانت از لازم دي تبقى سموكينج، تمام. هل هو يدخن؟ يبقى دي ايه داز، اه هي داز بقى. ليه؟ لان داز في المضارع البسيط بستخدم داز في حاله الايه السؤال. طب وانا عرفت منين ان ده مضارع بسيط؟ كلمه سموك، كلمه سموك تدل على ان مضارع بسيط ما فيهاش سموكينج ولا حاجه. لو سموك كنا استخدمنا از او ايه او ووز. طيب السؤال اللي بعده، ديفيد نوت هاو تو فيكس ا كار، ديفيد يعرف كيف يصلح العربيه. فيكس هنا يصلح، نوز اه ديفيد ده مفرد اه، ودوت ايه اه، يبقى ده وده مضارع بسيط، يبقى ايه، يبقى نوز ولا نو نوز. ديفيد يعرف ازاي يصلح العربيه. طيب هو هو هنا هوت، ليه ما تنفعش مثلا از نوينج؟ هو هو يعلم، هو از نوينج يعني حاجه تدل على حاجه بتحصل دلوقتي. هو هو ديفيد بيعرف دلوقتي بس يصلح عربيه ولا يعرف عامه؟ يعرف عامه، فبالتالي دي تعتبر بقت ايه، حاجه عاده عند مين، عند ديفيد، ان هو خلاص بيعرف يصلح اي حاجه. السؤال اللي بعده، هي نقط ا بيج ابارتمنت، اه هي هاف ولا هافينج ولا هاز ولا ار هافينج. خد بالك بقى، هو يملك شقه. طب ناخد بالنا بقى، هاف وهاز طبعا هي احنا كده عايزين مضارع بسيط، ففي حاجه اسمها فيرب تو هاف. فيرب تو هاف يعني ايه، اللي هو هيملك، تمام، او لديه او عنده. هاف دي تيجي مع مين؟ مع اي وي وذي ويو، وهاز تيجي مع المفرد هي وشي وات، ودي هي تبقى ايه، تبقى هاز، تمام. داز شي نوت كيك، ايه ده، ده في هنا ايه، في هنا غلطه. داز شي نوت كيكس، لا لا ما فيش غلطه ولا حاجه. داز شي بيك ولا بيكس؟ اه يا مستر دي شي هي تبقى بيكس. اقول لك استنى استنى، ده غلط مش بيكس. ليه يا عم؟ قال لك لان داز بتاكل الاس، بترجع الفعل لاصله، تبقى ايه، تبقى حتى لو شي موجوده، حتى لو شي موجوده، ما داز طالما موجوده تاكل الاس على طول وترجع الفعل ليه لاصله، لان داز قويه. فايه اصلا الاس بتاع الايه، بتاع بيكس اتحطت فين، في داز، تمام كده. خدت بالكم؟ زي نقط نيو برودكتس، اه ده هنا، ده هنا في نفي. طب هي تنفع اصلا دايز؟ لا بايز دي مع ايه، لو كانت مفرد يبقى هو يشتري. باينج لا لازم تبقى فيها ار، ار باينج مثلا، بس طبعا هنا كمان ما تنفعش، تمام. طيب امال ايه، زي نقط تبقى دونت باي او دازنت باي او دونت باي، اه في حاله النفي مع الجمع بستخدم ايه دونت، يبقى دونت ايه باي. السؤال اللي بعده، نقط يو جو تو ورك باي ترين، هنا هل تذهب لايه للعمل بواسطه القطار؟ يو هنا تنفع نقول ار اصلا، لو ار لازم تيجي تبقى جوينج، تمام. واس برضو نفس الكلام، بس طبعا ايه ار هتبقى هتيجي مع يو، لكن اس مش هتيجي مع يو. طب بس هنا مش هتنفع معنا. طب دو، دو يو جو، اه يو بتيجي معاها ايه،
تيجي معاها يو، تيجي معاها يو، لان يو وذي ووي تيجي معاها دو. هل انت او انتم، لان يو تيجي مع انت او انتم، جو تو وورك باي ايه؟ وورك باي باس، باي باي ترين. طب ما تنفعش داس، لا داس تيجي مع هي وشي وات. The earth not around the sun. ايه ده؟ الارض بتدور حوالين الشمس. هو ده حقيقة ولا مش حقيقة يا ولاد؟ حقيقة. طب الحقيقة دي بستخدمها مع المضارع البسيط ولا المضارع المستمر؟ لا مع المضارع البسيط، تبقى ايه؟ moves. طب ليه ما ينفعش move؟ لان earth دي مفرد، فلازم احط الفعل ايه؟ is. طب ليه ما تنفعش is moving؟ هي بتدور حاليا، الارض بتدور حوالين الشمس ماشي، بس هي مش عادة، او مش عادة بقى، خلينا نقول حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. فالحقائق دايما بستخدم معاها المضارع الايه؟ البسيط. السؤال اللي بعده، زي نقط فروتس اند ايه؟ اند فيجيتابلز. هما بيبيعوا سيلز، يعني ايه يبيع؟ وسيل طبعا سيل يبيع. طب هي سيلز، هي خلاص بقت عادة عندهم بيبيعوا على طول، تبقى ايه؟ سيل. ليه ما تنفعش سيلز؟ عشان سيلز هتيجي مع المفرد، لكن سيل تيجي مع ايه؟ مع الجمع. طب ما تنفعش سيلينج؟ لا ما تنفعش سيلينج. ليه بقى؟ لان السيلينج اصلا ما بتجيش لوحدها، لازم تكون معاها ام او از او ار او وز او وير. ام او از او ار في المضارع المستمر، ووز او وير ما في المضارع الايه؟ في المضارع في الماضي المستمر. طيب زي نقط التلفزيون ناو. ايه ده؟ ده هو بيعمل حاجه دلوقتي. تعالى كده بسرعه كده معايا، بسرعه كده معايا، تعالى نرجع بسرعه كده. احنا رجعنا ايه؟ زمن المضارع الايه؟ بسيط، بسرعه. تعالى بص كده معايا، زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ من بي زائد ايه؟ زائد الفعل زائد الاي ان جي. بي زائد الفعل زائد ايه؟ اي ان جي. ازاي يعني يا مستر؟ يعني بي ده اللي هو ايه؟ ام او از او ار، زائد الفعل اللي هو في المثال بتاعنا هنا درو، زائد الاي ان جي. تمام جميل. يبقى اقول له مثلا اي ام دراوينج، اي اي تاخد ام، اي ام دراوينج، يبقى ام دراوينج، ام او از او ار زائد الفعل، تمام، زائد اي ان جي، وكاتب اهو بي اللي هو ام او از او ار، الفعل اللي هو فيرب زائد اي ان جي. تمام. طب ام تيجي مع مين؟ تيجي مع اي. هي وشي وات تيجي مع ايه؟ مع از. يبقى هي از سليبنج ان ذا روم. ليه سليبنج؟ لان از او ام او ار تيجي مع الفعل زائد الاي ان جي، ده في زمن المضارع الايه؟ المستمر. طب امتى استخدم زمن المضارع المستمر؟ لما تكون حاجه بتحصل دلوقتي. حاجه بتحصل ايه؟ دلوقتي. انا دلوقتي بشرح لكم الدرس اهو، او انا دلوقتي بسجل الفيديو. I'm recording a video now. تمام؟ طيب انت قاعد تسمعني دلوقتي، يو ار واتشنج، يو ار واتشنج ذا فيديو ناو، يو ار واتشنج، بتعمل حاجه بتعملها دلوقتي. ايه الكلمات اللي بتدل عليها ناو؟ at the moment, at the present, for the time being، يعني في الوقت الحاضر. طبعا at the present برضه في الوقت الحاضر. today اليوم، look انظر، listen اسمع، this week ايه؟ هذا الاسبوع. طيب في حاله النفي ام او از او ار زائد الفعل زائد الفعل زائد ان جي، بس في نوت بينهم، يبقى I am not او is not او are not. طب في حاله السؤال خلاص، لا بخلي السؤال ايه بقى؟ بخلي ام او از او ار هي اللي تطلع فين؟ في الاول. تمام، يعني اخلي ام دي او از او ار تطلع في الاول، وبعد كده اجيب السبجكت اللي هو الفاعل. يبقى ام اي دراوينج او از هي سليبنج، يعني تبقى بره كده زي ما هو كاتب كده، ام او از ار في الاول، بعد كده الفعل، وبعد كده الفعل زي ما كده. انا رجعت بسرعه معاكم ايه؟ المضارع المستمر. طبعا لو عايزه بالتفصيل وتبقى فاهم كويس كل تفاصيل كويس، كل تفصيله يعني، ارجع تاني لايه؟ للفيديو بتاع المضارع المستمر. طيب ما ننساش بس كده ان مع بعض كده نقول اللهم صل على سيدنا محمد، عشان نكمل الفيديو مع بعض. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تعال نكمل كده. زي نقط تلفزيون ناو، احنا لسه بنقول كلمه ناو بتدل على المضارع المستمر. زي تبقى واتش، لا غلط يا مستر. ليه؟ لان عشان كلمه ناو يعني هم بيعملوها دلوقتي، تبقى ار واتشنج. طب ما تنفعش از واتشنج؟ لا، عشان زي ايه؟ زي ديت ايه؟ زي دي جمع، فبتاخد ايه؟ ار زائد الفعل زائد ايه؟ اي ان جي. طيب ماشي جميل. طب السؤال اللي بعده، I not reading a story at the moment. At the moment من كلمات الدالة على المضارع المستمر، في نفس اللحظة. I تبقى is ولا are ولا am؟ لا am. ليه يا مستر am؟ يا مستر ليه am؟ عشان I تاخد ايه؟ am. وعشان كمان ده مضارع مستمر، المضارع المستمر بيتكون من am او is او are زائد فعل زائد ان جي. طب ما تنفعش ليه is؟ عشان I تاخد ايه؟ am. ما ينفعش دو؟ لا ما ينفعش دو. تمام؟ لان دو ده قدام المضارع الايه؟ البسيط. اي نوت، ومين اللي قال لي هنا مضارع مستمر؟ اللي قال لي مضارع مستمر هي كلمه ايه؟ at the moment. تمام، ناخد بالنا في هذه اللحظه. اي نوت a story at the moment. انا ايه؟ طبعا هو نفس فكره السؤال اللي فات، بس المره دي هو غايبك جايبه لك ازاي؟ جايب لك ام او ازر. هنا المره دي السؤال جايب نقط وسايب لك از ريدنج ولا ار ريدنج ولا ام ريدنج، يعني على بعض، يعني جايب المصطلح على بعضه، ام ريدنج على بعض، يبقى هي ام ريدنج. طب ليه ما تنفعش ايه؟ ما تنفعش اي حاجه، ما تنفعش از ريدنج دي عشان اي تاخد ايه؟ ام.
طب ما تنفعش ليه دو؟ لا طبعا دو غلط. يبقى I am ايه؟ reading. Look, the bus is coming. يعني ايه بقى؟ انظر الباص، انظر يعني بص 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 الباص جاي اهو. يبقى الحاجه بتحصل دلوقتي ولا لا؟ انا بقول لك بص بص الباص جاي ايه دلوقتي، يبقى ايه؟ يبقى ده coming. طب ليه ما تنفعش come؟ لا يا مستر، come ده مع الايه؟ مع العادات، تمام، او مع الايه؟ الحقائق. فين ليه؟ في المضارع الايه؟ البسيط. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن المضارع المستمر، عشان كلمه لوك قالت لي المضارع ده مضارع مستمر. My mother not cooking at the present. امي ايه؟ بتطبخ دلوقتي. طب تنفع ايه؟ تنفع ار؟ لا امي ده مفرد. طب تنفع ام؟ لا ام دي مع اي، تبقى ايه؟ از. از طب ليه؟ عشان ايه؟ عشان ماي ماذر دي مفرد. السؤال اللي بعده، ار واتشنج ذات فيديو ناو. انا بتفرج على ايه؟ فيديو دلوقتي. ما اه اي انا ار، اي ما تاخدش ار، هي تاخد ار. لا غلط، يو هي اللي تاخد ار، لكن هي تاخد از. طيب يا مستر ممكن تيجي بطريقه ثانيه؟ عادي بقى، نفس الفكره اللي انا قلتها من شويه. هو ممكن السؤال زي السؤال اللي قبله دوت، ممكن يجيب از كوكينج على بعض فين في الاختيارات، ار كوكينج ام كوكينج، او مثلا يجيبها ايه، يجيب لك نقط كده ويجيب لك كوكينج موجوده، فبالتالي انت تاخد واحده من دول. طيب جميل. اي نوت رايتنج ا ليتر ات ذا مومنت، يعني انا بكتب خطاب دلوقتي. انا بكتب او ما بكتبش؟ طب ايه ده نفي. او لو ازنت، لا ما تنفعش. ام نوت. طب ليه ام نوت يا مستر؟ عشان انت اي، اي تاخد ايه؟ ام نوت. طيب احنا لسه قايلين في السؤال مع المضارع المستمر بطلع الايه؟ الاز او الار او الام بره. بره يعني ايه؟ في الاول، في اول الجمله. زي دي جمع، تبقى تاخد ايه؟ ار. طب ما تنفعش دو يا مستر؟ لا دو دي في حاله المضارع البسيط، دو يو هتبقى دو ذي ايت. لو دو ذي ايت تبقى صح، لكن لما يكون فيها ايتنج في اي ان جي وفي ناو تدل على المضارع المستمر، يبقى ساعتها اقول له ايه؟ ار. طب ليه ار؟ عشان زي دي ايه؟ جمع. السؤال اللي بعده، هي بلاينج ناو، هو بيلعب دلوقتي، برضه ده بيدل على مضارع ايه؟ مستمر. وبلاينج بتدل على مضارع، الاي ان جي بتدل على مضارع مستمر. طب هي، يبقى اجيب ايه السؤال؟ يبقى از. تمام كده؟ از هي بلاينج. طيب هيز براذر ريرلي نو ات تاون. ايه ده؟ ريرلي دي من كلمات الدل على ايه؟ بالمناسبه ريرلي دي، لو احنا رجعنا كده بسرعه هنا، كان من كلمات الدل على المضارع الايه؟ البسيط. ايه ده المضارع البسيط؟ يبقى كده انت عايز ريرلي يعني. طيب خلاص يبقى مضارع بسيط، اقول له هيز براذر ليفز. طب ليه يا مستر ما تنفعش ليف؟ لان از براذر ده مفرد. طب ما تنفعش از ليفنج ليه؟ لان ده مضارع مستمر از ليفنج، واحنا لسه قايلين ريرلي بتدل على المضارع الايه؟ البسيط، يبقى ليفز. السؤال اللي بعده، اي نو تو ذا سيتي وانس ا ويك. وانس ا ويك يعني مره في الاسبوع، دي تبقى عاده ولا مش عاده؟ وانس ا ويك، تمام، وانس ا ويك يعني مره في الاسبوع. خد بالك عشان وانس ديت لو جت في الاول تبقى مثلا ايه معناها؟ ذات مره، مره من مراته، ساعتها تبقى بتدل على الماضي. لكن لما اقول لك انا وانس ا ويك مره اسبوعيا، مره اسبوعيا تبقى عاده، يبقى ساعتها اقول له ايه؟ اي تاخد جو ولا جوز؟ جوز دي مع هي وشي وات، ايه مع هي وشي وات في حاله المفرد، حط اس، تمام، او اي اس، تمام. طيب في الحاله ديت احنا هنختار جو. طب ليه جو؟ عشان اي ما تاخدش ايه؟ طب ما تنفعش جوينج؟ لا ما ينفعش. طب ما تنفعش وينت؟ لا ده في الماضي وينت، تمام. وانس ا ويك دي معناها عاده، يعني مره اسبوعيا. شي نيفر نقط مي. هي ما زارتنيش ابدا، كلمه نيفر يعني معناها ابدا، ودول على المضارع الايه؟ البسيط. يبقى ساعتها اقول له فيزيتس. طب ليه ما ينفعش فيزيت؟ عشان شي دي مفرد، تمام، واخدين بالكم. السؤال اللي بعده، توم نقط افري داي. افري داي كل يوم، احنا لسه قايلينها من شويه من كلمات الداله على المضارع. لا حد بيقول مستمر، غلط. لا مش مستمر، مضارع البسيط. برافو، مضارع بسيط. ليه بقى؟ لان توم ده لان كلمه افري معناها كل، دي كل يوم، وكل يوم تدل على انها تبقى عاده، حاجه بتحصل كل يوم عاده. طالما عاده ما اروحش المضارع المستمر، اروح للمضارع البسيط. توم ده مفرد، ابقى اقول له ستادز. يبقى ايه؟ دوم بي توم بي بيذاكر، ما اقولوش از ستادينج. لو قال لي ناو، لو قال لي دي ناو، كنت قلت از ستادينج، از ستادينج، او ات ذا مومنت يبقى از ستادينج. لكن هو بيقول لي ايه؟ كل يوم، يبقى معناها انها عاده تبقى ستادز. السؤال اللي بعده، ذا مانجر ووز نوت ات 7 بي ام يسترداي. يعني المدير كان بيعمل حاجه الساعه 7 امبارح، يبقى ووز ايه؟ ووز دوينج. طب ما ينفعش دو يا مستر؟ لا طبعا دوينج. ليه؟ لان ووز موجود اهي، يبقى احط الفعل زائد اي ان جي بعدها. السؤال اللي بعده، وي وير ستادينج نقط هي ووز واتشنج تي في. ايه ده؟ دلوقتي بقى عشان ده بيتكلم هنا عن الماضي الايه؟ الماضي المستمر. لما تيجي نشوفه كده مع بعض بسرعه، الماضي المستمر ادي الماضي المستمر، ايه تكوين ووز وير زائد فينج اللي هو الفعل زائد اي ان جي، تمام.
الكلمات اللي تدل عليه while when all day yesterday. all day yesterday يعني ايه؟ all day yesterday يعني طول اليوم ايه؟ امبارح. طيب او ممكن اقول all morning. المهم كلمة all دي بتدل على حاجة طول اليوم وممكن تبقى في الماضي. حتى انا كان فيه نوت ايه؟ لو لقيت كده حاجة كده هوريها لكم بسرعة. كان في حاجة كنت انا منزلها. بصوا كده بيقول لك هنا مثلا كلمات ايه؟ لا ده مضارع بسيط. ايوه هي دي، بيقول لك مثلا all afternoon yesterday يعني طول طول وقت الظهر امبارح. all شايفين all evening yesterday. all last month طول الشهر اللي فات، يبقى ده ماضي مستمر، يعني حاجه فيها فتره زمنيه فيها حاجه فيها فتره زمنيه استخدمنا فيها المضارع الايه؟ الماضي الايه؟ الماضي البسيط، حاجه حصلت في الماضي بس خدت فتره زمنيه. شايفين المعاني دي؟ all last night all last week يعني طول، فاهمين قصدي؟ يبقى دي all بتستخدم معاها ايه؟ الماضي المستمر، بس تكون حاجه في الماضي وفاتت فتره ايه؟ زمنيه. جميل قوي. طيب نرجع تاني لايه؟ الموضوع اللي احنا كنا شغالين فيه. طيب يبقى ده كده بنتكلم على ايه؟ على اول ديت. طيب طبعا في حاله النفي اقول له ووز نوت، ووز نوت زي الفعل زي دانيش. طب في حاله السؤال احط ووز دي فين؟ بره قبل الفاعل، يعني دلوقتي ايه؟ اخلي ووز هي اللي بره قبل الايه؟ الفاعل، يبقى ووز وبعد كده الفعل وبعد كده الفعل زي دانيش. طب يا مستر هو مين اللي ياخد ووز ومين ياخد وير؟ ووز ده اي وهي وشي وات، لكن وير ياخدها الجمع زي وي ويو. تمام كده. طيب اعطينا حتى مثال اهو. شي ووز ووكينج، she was cooking all morning، هي كانت بتطبخ طول الايه؟ صباح. تمام، يبقى كانت بتطبخ في الصباح ايه؟ خدت فتره زمنيه طويله ايه؟ في الماضي اهو، تبقى was. she wasn't sleeping، هي ايه؟ لم تكن تنام. she wasn't sleeping، لم تكن ايه؟ نائمه. was not، تمام، ده في حاله النفي. طب في حاله السؤال اطلع بقى was دي ايه؟ بره بس من غير نوت طبعا، يبقى was she sleeping when he came home، هل هو كان ايه؟ كان نايم عندما أتى، عندما هو أتى. تمام جميل. طيب تعال نبص بقى على فكرة بس صغيرة اللي هي while when. احنا قلنا while بتيجي وراها فعلين، الفعل الأولاني بيبقى ماضي مستمر والفعل التاني لا إما ماضي مستمر لا إما ماضي بسيط. جميل أوي. طب when، لا when الفعل الأولاني وراها الفعل اللي بيجي وراها ماضي بسيط والفعل التاني بيبقى ماضي مستمر. تمام كده، واضحة كده فيها مشكلة؟ الماضي البسيط ده اللي هو ايه؟ اللي هو التصريف الثاني للفعل. طب الماضي المستمر اللي هو ايه؟ احنا لسه قايلين ووز او وير زائد فعل زائد ان جي. تمام جدا. طيب بص هنا كده معايا، she wasn't sleeping when he came home. طبعا انا بقول كده بسرعه بس اللي عايز يرجع للتفصيل بتاع الماضي المستمر يرجع تاني ايه؟ التفصيل بتاع الماضي المستمر. طيب لو انت حاسس ان انت مستفيد في الفيديو لغايه دلوقتي الحمد لله والدنيا حلوه، اعمل لايك، اعمل لايك دلوقتي وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب جميل جدا. ده كده احنا قلناه كده بسرعه. تعال نرجع بسرعه بقى للاسئله. طيب احنا دلوقتي بيقول لك ايه هنا بقى؟ وي وير ستاديك، احنا كنا بنذاكر. نقط هي ووز واتشنج تي في. تمام، ايه ده؟ يبقى كده في فعلين اهو في الجمله. تمام، قبلها ماضي مستمر وير ستاديينج، وبعدها ماضي مستمر ووز ستاديينج، يبقى ده مين؟ وايل. وايل معناها على فكره بينما. تعال نترجمها كده، وي وير وستادينج كنا نذاكر عندما، معلش، وايل معناها بينما. وي وير ستادينج كنا نذاكر بينما هو كان بيتفرج على ايه؟ على التلفزيون. يعني في حدثين مستمرين في نفس الوقت. تمام، اللي بعدها وايل اي سوام، لا اي ووز سويمنج. اي ووز ايه؟ طب ليه يا مستر اي ووز سويمنج؟ لان اي ووز سويمنج دي بتدل على ايه؟ بتدل على الماضي المستمر، واحنا قايلين واي بيجي وراه ماضي ايه؟ مستمر. تمام؟ بيقول لنا هنا ايه في السؤال اللي بعد كده؟ while بينما he was writing an email، بينما هو كان بيكتب ايميل، the telephone rang. تليفون ايه؟ ران. طب خدوا بالكم كده بقى، انا كنت هو بيكتب ايميل، فالتليفون رن، قطع الايه؟ يعني هو بحدث كان ماشي وقطع حدث ايه؟ تاني. يبقى بعد وايل بيجي مضارع ايه؟ ماضي، قصدي ايه؟ مستمر، ماضي مستمر. والجمله الثانيه ماضي بسيط او ماضي مستمر. طب لو الجمله الثانيه ماضي مستمر تبقى المفروض ووز رينجينج، مفيش في هنا ووز رينجينج؟ لا في رينجينج بس يبقى دي غلط. طب لو كانت عايزين ماضي بسيط تبقى ايه؟ رانج. وهي حتى منطقيا هي تبقى رانج، حتى لو ووز رينجينج دي كانت موجوده مش تنفع، لان هما مش حدثين ماشيين مع بعض، ده حدث او قطع حدث. يبقى عرفت كده وايل بتيجي وراها ماضي مستمر والجمله الثانيه ماضي ايه؟ بسيط او ماضي مستمر. في مشكله في الكلام ده؟ طيب
ماي براذر يوزد ماي تليفون، اخويا استخدم تليفوني وايل بينما بعد بينما بيجي وضع ايه مستمر، تبقى ووز باكينج، وانا ايه بحزم امتعه الايه السفر فور ماي تريب، يعني بعد ايه الحاجات بتاعتي. زي نقط when the sky started to ايه to rain، لما بدات احنا شايفين وين هي غير ماضي بسيط، لما بدات تمطر. زي بقى يبقى قبل وين يجي ماضي مستمر، يبقى هما كانوا بيمشوا. طب ما ينفعش اقول له زي ووكينج بس، لا، لا اما ووز او وي او وير ووكينج. طبعا زي جمع تبقى ايه وير ووكينج. تمام كده. السؤال اللي بعده، وين احمد نقط ذا روم ايفري وان واز توكينج، يعني لما او عندما. طبعا وين معناها عندما، عندما احمد، واي معناها بينما. وين عندما احمد دخل الايه الروم، الروم اللي ذا روم اللي هي الغرفه، كل واحد كان بيتكلم. يبقى واضح واضح كده بعد وين بيجي ماضي ايه بسيط، والجمله الثانيه ماضي مستمر. ادي الجمله الثانيه ماضي مستمر ولا ايفري وان واز ووكينج واز توكينج، قصدي كان كل واحد بيتحدث، كان بيتكلموا يعني مع بعض. طيب امال هنا لو عايز اقول له بقى ايه بعد وين هتيجي ماضي بسيط، فين هنا الماضي البسيط؟ كلمه انترد. طب بس ما ينفعش دي، لا لا دي ما ينفعش خالص، لان احنا قايلين ووز زائد الفعل زائد اي ان جي ده الماضي المستمر، لكن انترد ده الماضي البسيط اللي هو ايه التصريف الثاني للفعل. تمام. they know التلفزيون yesterday، هم شافوا التلفزيون امبارح. yesterday تدل على الماضي صح، يبقى watched. طب ليه ما ينفعش، ليه watched يا مستر؟ لان watched ده التصريف الثاني للفعل بتدل على الماضي البسيط. ايه ده؟ طب ايه هو الماضي البسيط بقى بسرعه كده، نقوله بسرعه عشان احنا كده طولنا في الفيديو ده. الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل. طب اديني مثال. I worked، ما نقولوش I work. I work يبقى ايه، انا قلت ايه، انا اعمل، يبقى ده مضارع الماضي بتاعها worked. worked تمام كده، يبقى ده كده التصريف الثاني للفعل. طيب ايه الكلمات الداله يسترداي امبارح؟ اجو يعني ايه منذ، بس خدوا بالكم اجو بتيجي في الاخر، بتيجي قبلها الفتره الزمنيه. يقول له تو مثلا ايه تو دايز اجو، يعني منذ يومين. لاست بتيجي قبل الفتره الزمنيه، لاست مانث، لاست يير، لاست فرايداي الجمعه اللي فاتت، ذا داي بيفور يسترداي اليوم اللي قبل امبارح اللي هو ايه اول امبارح. وانس ذات مره، بس وانس زي ما احنا قلنا ايه وانس بتيجي في الاول الكلام. معظم الحاجات اللي فوق ديت بتيجي في دي معظمهم بيجي في اول الكلام او في اخر الكلام. وانس يوبن تايم تمام، وان داي، دي حاجات بتدل على الماضي ايه، على الماضي البسيط. طيب ان في الماضي البسيط ازاي؟ بس هذا كلمه didn't، ناخد بالنا اي didn't ده النفي اهو، اي didn't. طب وبعديها worked بقى؟ لا، قال لك didn't ده فعل قوي يرجع الفعل لاصله، لان didn't في حد ذاتها بتدل على الماضي، يبقى didn't work، يبقى كده بعد didn't بيجي فعل في المصدر. طيب did I work دي في حاله السؤال بحط did فين؟ في الاول. تمام، اللي هو زي المثال ده did، وكان السبجكت الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر. طيب طبعا بالتفصيل انت تقدر تشوفه في الفيديو المخصص للماضي الايه المستمر. تعال نبص كده مع بعض، نكمل اسئله. سؤال من الاسئله بتاعتنا. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ I wrote a story، انا كتبت wrote دي ماضي بسيط، الماضي بتاع ايه؟ بتاع write wrote. يبقى انا كده هدور على كلمه تدل على الماضي البسيط. usually لا، عاده بتدل على الماضي المضارع البسيط. last week هي last week بتدل على الماضي الايه؟ البسيط. طب ما ينفعش ago؟ اصدق ago برضه بتدل على الماضي البسيط. بس احنا قلنا اجو اي روت ا ستوري اجو، يعني انا كتبت القصه منذ، وبس لازم تيجي قبلها فتره زمنيه. يبقى لو كان في فتره زمنيه تو دايز اجو، تو دايز مثلا منذ يومين، كنت ساعتها هتبقى صح. لكن هنا لاست ويك ليه؟ لان لاست بيجي عليها الفتره الزمنيه. طب لو كانت كلمه ويك مكتوبه في الاول كانت هتبقى ويك اجو، ويك ايه؟ اجو منذ اسبوع. لكن طالما كده مش تنفع نجيب اجو هنا خالص. ليه؟ مع انها ماضي بسيط، عشان لازم يجي في قبلها فتره ايه زمنيه. بس صح هنا لاست ويك الاسبوع الماضي، لاست بتيجي ورا بديها الفتره الزمنيه. اي روت ا ستوري لاست ويك. جميل، فكره سؤال حلو. هي ديدنت، هو لم نقط فوتبول يستر دي، هو لم يلعب كوره امبارح. ديدنت ايه ده يستر دي موجوده، هنبسط اروح ادي بقى ايه على طول. لو في اختيار كمان يبقى مثلا، لو في اختيار كمان يبقى بلايد مثلا. حد يقول لي دي بلايد يا مستر عشان يستر دي، لا خد بالك ديدنت موجوده. didn't ده فعل مساعد بيرجع الفعل، didn't يعني لم يلعب، يبقى بيرجع فعل ليه لاصله. يعني ايه يرجع فعل لاصله؟ يعني يخليه مصدر، يخليه مصدر يعني ما زودش فيه اي حاجه. ده هي didn't play، هي didn't play. طب ليه ما كانتش didn't موجوده؟ كنا قلنا played. المثال اللي بعده، she not come to the club last week. ركز بقى في الحته دي لان مهمه قوي.
ايه ده، دي قام ديت يعني ياتي. كويس جميل يا مستر. يبقى انا كده اروح مختار ايه؟ اختار على طول، اختار على طول مضارع يعني على طول، تبقى شي دازنت صح؟ او شي دونت. طبعا دي هنا المفروض تبقى واحده كمان منهم ايه؟ دازنت. شي دازنت صح يا مستر؟ لا غلط، خد بالك، لان فعل الجمله هنا زمن الجمله لاست ويك يعني ماضي. طب ما ماضي يا مستر، لازم دي تبقى كيم. قال لك لا، ما قبلها نفي تبقى didn't. didn't بترجع الفعل لاصله. شايفين اللفه بتاع السؤال؟ يبقى ايه؟ هي she didn't come. طب ليه يا مستر ما تنفعش she doesn't come؟ لان ديت لاست ويك تدل على الماضي. طب didn't بترجع الفعل ايه؟ طب هي لو ما كانتش نفي كانت تبقى دي came. طب ليه ما ينفعش didn't came؟ لا، لان didn't فعل قوي بيرجع الفعل لاصله، تبقى didn't come. شايفين اللفه عملت ازاي؟ السؤال اللي بعده، the bus came to minutes. الباص جه منذ دقيقتين. ما ينفعش وانس اجو، هي اجو صح. طب ليه اجو يا مستر؟ لان ايه؟ منذ دقيقتين. وخدوا بالكم، قلنا احنا اجو بتيجي ايه؟ بيجي قبلها فتره زمنيه، ودي فتره زمنيه اهيت. طب ما ينفعش وانس؟ لا، وانس دي بتيجي في اول الكلام. لاست بتيجي بعديها فتره زمنيه، ما ينفعش تيجي قبلها. يعني ما اقولوش تو مينتس لاست، لا غلط. ناو دي بتدل على المضارع المستمر، يبقى جميل جدا. اللي بعدها، ماي ماذر كوكد، امي طبخت، ده ماضي. يبقى ادور على كلمه حاجه تدل على الماضي، يبقى لاست نايت اللي ايه؟ الليله الماضيه. ما ينفعش ناو لا ولا يجي ولا تنفع. احمد نو اون ذا فيديو يستر دي، احمد اتفرج على الفيديو امبارح. يبقى ادل على حاجه تدل على الماضي، اقول له واتش ات ولا واتش ولا واتشنج؟ لا، اقول له ايه؟ واتش ات. تمام، مش دول على الماضي. I didn't not a little last night. I didn't ايه بقى؟ بعد didn't بيجي الفعل فين؟ سمع حد بيقول في المصدر. ايه ده يا مستر؟ لا، في المصدر. ايوه، لا، حد تاني قال في المصدر. يبقى didn't right. طب يا مستر ده last night يعني بتدل، last بتدل على الماضي، ما تدل على الماضي صحيح، بس هو بعد didn't بيجي فعل فين؟ في المصدر، و didn't دلت على الماضي معاه، يبقى didn't جه بعدها فعل في المصدر تبقى right. طيب زي eating now، هما بياكلوا دلوقتي، عايز يحطوا سؤال، يبقى از زي، لا ما تنفعش از. طب داز، لا داز دي مع الايه؟ مع المضارع البسيط. طب ار، هي ار ليه؟ لان ار بتيجي مع الفعل زي الاي ان جي. طب ما از بتيجي مع الفعل زي الاي ان جي؟ قال لك لا، عشان زي جمع. هي بلاي لاست ويك، هو لعب الاسبوع الماضي. لاست ويك، يبقى وانا مغمض كده. طب يا مستر ده في بلاي، بلاي تبقى اخد مضارع على طول، يبقى داز. لا، خد بالك، ما انت لازم تكمل الاخر. لاست ايه؟ ويك دلت على الماضي، يبقى اختار ديد. طب يا مستر هي ديد ديت ازاي تبقى ديد؟ يعني دي ما فيش هنا ماضي، هو ديد بترجع الفعل ليه؟ لاصله، تبقى ديد هي بلاي لاست ويك. فهمت الفكره؟ وديد في حد ذاتها تدل على الماضي. في فكره سؤال برضو بتيجي، اللي هي ايه؟ اللي يقول لك مثلا على سبيل المثال فيجيتيريانز، اللي هم النباتيين، الناس النباتيين دول بياكلوا بس ايه؟ نباتات، ما بياكلوش ايه؟ خضار وحاجات زي كده، ما بياكلوش ايه؟ لحمه. نوت ايت ميت، يقول لك نوت ايت يعني نفي ما بين قوسين، ويجيب لك بقى تحتيها كده تشوز ذا كوريكت، او جنبها تشوز ذا كوريكت فورم، اختار التركيب الصح of the present simple tense اللي ايه؟ للمضارع البسيط. present simple يعني المضارع الايه؟ البسيط. طبعا كده انا ايه؟ هو كده خلاص قال لي مضارع البسيط، وممكن ما اقولهاش خالص، ولما ما اقولهاش خالص المفروض ان انا اطلع مضارع بسيط برضو. طيب vegetarians دي جمع ولا جمع؟ مفرد جمع. في المضارع البسيط بننفي بايه؟ ب doesn't او don't. في الجمع يبقى نستخدم ايه؟ don't، يبقى don't eat. جميل قوي. طب ما ينفعش يا مستر isn't eating؟ اولا vegetarians دي جمع، فما ينفعش مع isn't. ثانيا احنا بنتكلم على حاجه حقيقه او عاده، اللي هو الناس النباتيين ما بياكلوش لحمه، وما بياكلوا نباتات بس، او ناكل خضار بس، فبالتالي هتبقى ايه؟ دونت ايت، ودي هتبقى عاده. مش بقول حاجه بتحصل دلوقتي ان هم ما بياكلوش دلوقتي لحمه، لا، هو الفيجيتيريانز على طول ما بياكلش لحمه. ليه؟ لان هو بياكل، اعتمد على النباتات. جميل جدا كده. دي نفس الفكره بقى، لو هو قال لك ده انا بعتبر السؤال ده اسهل. ليه بقى؟ لان هو لما يقول اسم، يقول لك اسم ال اسم الزمن، خلاص يبقى انت هتعرف، انت حافظ اصلا بريزنت سيمبل نفي وبي دونت ودازنت، يبقى انت كده سهل عليك. يبقى انا ركنت الاثنين التانيين، هي دونت ولا دازنت. دونت عشان ده ايه؟ جمع. انا ده اللي انا اقصده، اللي هو لو جاب لك الكلمه ذا بريزنت سيمبل تنس تبقى جميله، يبقى انا كده اقدر احل بسهوله. لو جاب لك مثلا ايه؟ طبعا باست سيمبل هو الماضي البسيط، بريزنت كونتينيوس المضارع المستمر، باست كونتينيوس يعني ايه؟ الماضي المستمر. تمام، يعني لو كتبها لك كده يبقى الموضوع اسهل مش اصعب. فاهمين قصدي؟ لان انت كده بيحدد لك، فبالتالي بيبقى ايه؟ بيبقى الموضوع سهل جدا. طيب اتمنى اكون استفدته. قبل بس ما اخلص الفيديو، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. عجبك الفيديو دوس لايك على طول، ويا ريت تنشر الفيديو عشان كل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.